بسم الله، أبنائي وبناتي طلاب صف تاسع متقدم صف عاشر عام، أهلا وسهلا بكم مع مستر عبد الغني السعودي. الحمد لله يا أولاد، ربنا وفقنا في امتحان الرايتنج. تعالوا يا أولاد نشوف امتحان الريدنج ونشوف الكفر بتاع الجرامر. عندنا 3 ميس وثلاثة تكست، 32 سؤال، فيهم سؤالين بونص يا أولاد. تعالوا شوف 3 ميز يا أولاد الدنيا تبقى عاملة ازاي. كل جرامر يا اولاد هيبقى موجود في الميز، 3 ميز، كل ميز يا اولاد 5 كويستشن. كنا بنمتحن ميز واحد من 10، لا بقوا 3 يا اولاد. يلا بينا نروح نشوف الهيكل الوزاري. اسمنا ليفل 6.2 جريد 9 ادفانسد ترم 2. نشوف يا اولاد ايه الجرامر المطلوب مننا. يستعد جرامر، ادجكتيفز الصفات، كومباراتيفز المقارنات يا اولاد. ايه تاني؟ باسيفز. باسيفز يا اولاد جايب ايه؟ كل الباسيف. الباسيف يا اولاد المبني للمجهول، وده يا اولاد اللي انا هشرحه النهارده. اكتبوا يا اولاد في التعليقات اللي انتوا عايزينه. اوكي يا اولاد، باسيفز يا اولاد في كل الازمنه، كل الازمنه، مش بريزنت سيمبل، باس سيمبل، باسيف، نو، كل الازمنه. كونجانكشنز الروابط يا اولاد، جايب لنا ايه؟ سبورتينيتنج ان اوردر تو اكسبريس بيربز اند انتنشن. ادفيربس ديجري، عندنا سو معنى فيري يا اولاد، وساتش، وساتش ا، وساتش ان كمان يا اولاد يمكن مش كاتبها هو، وعندنا بريزنت سيمبل وبريزنت كونتينيوس. تمام يا اولاد، عايزهم تو توك اباوت بريزنت اند فيوتشر بلانز، عايزهم يتكلموا عن المستقبل. تعالي يا اولاد نشوف الباسيف النهارده. انا كتبت يا اولاد على الوايت بورد وهناقشكم في كل الازمنه ونحل لينك مع بعض. يلا بينا، يلا يا ولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يا ولاد، ذا باسيف فويس المبني للمجهول. اهدا من مستر عبد الغني السعدي. شايفين يا اولاد انا عملت الجدول ده، اكتب معلوم باسيف مجهول، بريزنت سيمبل، بريزنت سيمبل فيرب 1. في الباسيف هيبقى شكله ازاي يا اولاد؟ هيبقى ام اور از اور ار بلس فيرب 3. اكزامبل صلاح بلايز فوتبول. هبدا يا اولاد بالاوبجكت فوتبول كرة القدم، از فيرب 3 من بلاي بلايز باي واسطة صلاح في آخر جزء. لو فهمنا مثال واحد يا أولاد كله يبقى تمام. يبقى صلاح يلعب فوتبول ده أكتف معلوم، كرة القدم تلعب بواسطة صلاح ده باسف يا أولاد. نخلي بالنا، تعالي نشوف الزمن الثاني، باست سيمبل. إيه هو الباست سيمبل يا أولاد؟ فيرب 2 سواء كان ريجيولار منتظم أو الريجولار غير منتظم، يتحول الى واز او وير بلس فيرب 3. لازما يا اولاد فيرب 3 ده اجباري، ولازما جزء يا اولاد من فيرب تو بي اجباري، بس عشان تفهموا كل الازمنه لازما فيرب تو بي يكون موجود وفيرب 3 موجود. صلاح بلايد فوتبول، صلاح لعب فوتبول، فوتبول واز عشان مفرد يا اولاد، بلايد فيرب 3 باي صلاح. ممكن نستغنى عن باي يا اولاد في بعض الجمل اللي هي فيها زمان ومكان، لكن هنا يا اولاد لم يكتمل المعنى، علشان كده يا اولاد انا بستخدم باي. ممكن تشوف الجمل من غير باي يا اولاد عادي جدا. بريزنت كونتينيوس المضارع المستمر. اي المضارع المستمر ده يا اولاد؟ ام از ار بلس فيرب بلس اي ان جي. تعال نشوف الباسيف يا اولاد شكله عامل ازاي.
ام از ار مستمرين معايا. فين فيرب تو بي في زمن بريزنت كونتينوس بينج؟ ده التاتش بتاعي اللي انا هضيفها. فيرب 3 اجباري يا اولاد. صلاح از بلاينج فوتبول، فوتبول از بينج من عندي انا بلايد فيرب 3 باي صلاح. اللي عملناه يا اولاد في زمن بريزنت كونتينوس نعمله في الباست كونتينوس. واز اوير باست كونتينوس واز اوير زاد الفيرب زاد اي ان جي. طب تعال نشوف الباسيف يا اولاد شكله عامل ازاي. واز مستمرة معانا للمفرد، وير بلس بينج بلس فيرب 3. صلاح واز بلاينج فوتبول، يبقى فوتبول ما كتبناهاش يا اولاد عشان المكان. فوتبول واز بينج بلايد باي صلاح. اجين فوتبول واز مستمرة للمفرد بينج بلايد باي صلاح. بعد كده يا اولاد بريزنت بيرفكت المضارع التام وباست بيرفكت الماضي التام نفس الفكرة. بريزنت بيرفكت هاف وهاز وفيرب 3، يعني الفيرب 3 موجود معانا يا اولاد. اوكي التاتش بتاعنا بيني هاف او هاز بن بلس فيرب 3. يبقى بن يا اولاد فيرب تو بي في زمن الجمله. صلاح هاز بلايد فوتبول، فوتبول هاز ومن عندنا بين بلايد فيرب 3 باي صلاح. باست بيرفكت الماضي التام برضو يا اولاد اللي عملناه في البريزنت بيرفكت نعمله مع الباست بيرفكت. هاد زائد بن زائد فيرب 3. هو ايه الماضي التام ده يا اولاد؟ هاد زائد فيرب 3. طب وفي الباسف هاد بن بلس فيرب 3. شايفين يا اولاد اللي جاي ده كله كلمه واحده فيوتشر، فيوتشر سيمبل مودال فيربس. تمام يا اولاد المستقبل بسيط والافعال الناقصه. ويل فيوتشر ويل هتتحول ازاي يا اولاد؟ ويل بلس بي نفسها. بعد ويل يا اولاد عايزين ايه من فيرب تو بي؟ عايزين بي نفسها يا اولاد، بي نفسها بلس فيرب 3 اجباري. صلاح ويل بلاي فوتبول، يبقى فوتبول ويل بي بلايد باي صلاح. اخر حاجه يا اولاد كل دول جمعتهم مع بعض كان وكود ماي مايل شال شود جوينج تو هاف تو هاز تو هاد تو نيد تو ماست. واضح يا اولاد ماست في الاخر. كل دول يا اولاد بحط لهم بي وفيرب 3. can be has to be need to be going to be must be وفيرب 3 يا اولاد. صلاح كان بلاي فوتبول المكان يا اولاد. يبقى نقول فوتبول يا اولاد كان بي بلايد باي صلاح. ده يا اولاد كل الباسف اللي طلباه الوزاره. احنا يا اولاد محدش هيطلب مننا نحول من اكتف لباسيف، ولكن هيطلب مننا في الميز يا اولاد تشوز. لو انت فاهم التحويل يا اولاد تقدر تعمل تشوز وانت واثق من اجابتك 100%. تعال يا اولاد نفتح لينك مع بعض ونحل مع بعض تشوز على كل الازمنه ونركز شويه مع بعض يا اولاد. يلا بينا نجيب نجيب. يلا يا اولاد ظهر اللينك الحمد لله يا اولاد. الكمبيوتر يا اولاد هيحط لنا العلامه بتاعتنا. ركز عشان تعرف هنا يا اولاد اكتف اند باسيف. كنا نتمنى اللينك يبقى كله باسيف يا اولاد ولكن في اكتف. يعني ايه يا اولاد؟ يعني انا هبص على بدايه الجمله هل الفاعل يا اولاد هو الذي يقوم بالفعل؟ يبقى الجمله اكتف معلوم. الفاعل يا اولاد بدايه الجمله السبجكت هل هو الذي لا يقوم بالفعل؟ يبقى ده يا اولاد باسيف مجهول. علشان ما نتلخبطش نقول تاني this problem هذه المشكله. هل يا اولاد هذه المشكله هي اللي هتحل؟ لا هذه المشكله
لا تقوم بالفعل ولا قامت بالفعل ولا سوف تقوم بالفعل. يعني الجملة يا أولاد في المجهول. أخلي بالي من الزمن يا أولاد، لأن أنا شرحت حوالي 7 أزمنة. يلا بينا. This problem، هذه المشكلة، by your brother yesterday. خلاص يا أولاد كده، yesterday وضحت لنا الدنيا كلها. ما فيش will، ما فيش is، أنا أمس، ما فيش solve. يبقى عايزين ايه يا اولاد؟ وصل سولفد يا اولاد. المشكله ايه يا اولاد؟ اتحلت امبارح. سولفد. يلا يا اولاد. My father wrote this book. It by my father. بابا كتب الكتاب. It الكتاب ده يا اولاد ايه؟ was written. This clock، هذه الساعة، in 19 sorry 1750، 1750. احنا ماضي يا ولد صح؟ اوكي. Was made، صنعت. روبنسون كروزد a goal، سجل هدف. Yes a goal، تم تسجيله. was scored by روبنسون. كنا احنا بنقول صلاح يا ولاد. This job، هذه الوظيفة، by my friend next week، الاسبوع القادم. خلاص يا ولاد كده انا واضح الزمن بتاعي، will ومعاها be وverb 3. This house، هذا المنزل، was my grandfather. وضع ايه يا اولاد؟ بنية بواسطة فين يا جماعة؟ مش عايز فور يا اولاد، انا عايز فيرب 3. was built بنية. جملة حلوة يا اولاد، جملة زينة خالص. was built. This exercise، هذا التمرين، will فين يا اولاد؟ will be done at home by me. was معايا، was يا اولاد. was the window pane، the children broken يا اولاد، broken by. all the beds were my grandmother. كل السراير يا اولاد were made by مين؟ رتبها يا اولاد، made by. many writers were، كثيرا من الكتاب، تأثروا، were verb 3 influenced by شكسبير. يبقى يا أولاد letter B. the money، الفلوس، stolen by the thieves. if you، إذا أنت إيه يا أولاد؟ leave، إذا أنت تتركها هنا لسه يا أولاد هيسرقوها اللصوص. ناخد مين يا أولاد؟ will be. مستر جونسون، ذيس بوك، عملية مستر جونسون يا أولاد، هو اللي ترجم الكتاب يا أولاد. ما ينفعش، أنا ما بدأتش يا أولاد الجملة دي، بس الجملة دي أكتب، ما بدأتش بالبوك يا أولاد، أنا بدأت مستر جونسون، هو يا أولاد ترجم هذا الكتاب. يبقى اختار مين يا أولاد؟ سي. ذيس بوليس مان، هذا الشرطي، ذات مان، قبض على هذا الرجل، اللي هي يا اولاد arrested. الجمله دي يا اولاد اكتف معلوم. we will، نحن سوف، مش احنا يا اولاد اللي هنعلم، by that teacher، في by يا اولاد. will be، خليكم معايا يا اولاد، will be taught. will be لازم يا اولاد، شوف انا عندي be، ما فيش حاجه اسمها teach دي يا اولاد. taught many things، أشياء كثيرة، in this house، أشياء كثيرة تقال يا أولاد، تقال في هذا المنزل، are. this mansion in 1750، 1750 بني يا أولاد، be passive. they will this car soon، هم سوف يا أولاد يشترون السيارة.
ذيس كار، شايفين يا اولاد بدأت بإيه؟ هذه السيارة سوف يتم شرائها. ويل بي بوت ذا جار باي ذا ميد. الخادمة ووز بروكن يا اولاد كسرة. ذا سنتر فورورد، مين ده يا جماعة؟ سنتر فورورد ده لاعب الكورة المهاجم، سجل هدف يا اولاد. هاز سكورد اجول، ما بداتش بقول يا اولاد، انا قلت اللعيب نفسه سنتر من لعيب السنتر فورورد. هاز سكورد. الكمبيوتر يا اولاد هيحط العلامات. اول ذا تيتشر سوري اول ذا فيش، السمك كل يا اولاد. باي ذا كات، عملت ايه القطه يا اولاد؟ لاست نايت، السمك كل يا اولاد. واز ايتين. ماي سيستر، اختي، جملة يا أولاد فيها شغل. أوت تو ذا سينما. باي ديفيد، أختي يا أولاد. واز تيكن، راحت تم أخذها إلى السينما، اصطحبها إلى السينما. باي ديفيد. ماي سيستر، رقم 3 يا أولاد. ماي سيستر، أختي المرة دي. أوت تو ذا سينما ويز مي، هتروح معايا يا أولاد. إز جوينج تو، أختي إز جوينج تو. ذات فيلم، ماله الفيلم يا جماعة؟ اون تي في، فاكرين يا اولاد؟ going to be verb 3. الإجابة دي ذا بيبي، البيبي ذا ميلك، ماله البيبي يا جماعة؟ ويل درينك، سوف يشرب البيبي. أنا ما بدأتش بالحليب يا اولاد، قلت ويل. ذا فاير، الحريق. ال الكتريكال فول، ماس كهربائي، خطأ كهربائي. مال الحريق يا اولاد؟ واز كوزد باي، سبب بسببه. ان الكتريكال فول. رقم 6، نكتب ايه يا اولاد؟ 6 سي. These boys، هؤلاء الأطفال، مالهم يا أولاد؟ The missing child، وجدوا يا أولاد، found، وجدوا الطفل المفقود، missing child. This car by Johnson in the race، السيارة دي يا أولاد مالها؟ will be، السيارة لا تقود، will be driven، letter B. ذا سنتر فورورد، عمل ايه ده كمان؟ سجل تو جولز. انا ما بداتش يا اولاد بتو جولز، انا بدات باللعيب. ذيس وورك، هذا العمل. ويل بي دان، فين يا جماعه؟ ذيز تشيلدرن، تمام يا اولاد. وورك يا اولاد بتاخد دو، شايفين يا اولاد؟ شايفين يا اولاد؟ بي ميد، مشكله. بي دان، يبقى ورك يا اولاد بتيجي مع دو، واحنا عايزين فيرب 3، يبقى الاجابه يا اولاد بي. ذات دوج از جوينج تو بي كيلد، فين يا جماعه؟ از جوينج تو بي كيلد باي، يبقى الاجابه يا اولاد ايه؟ ماي ماذر، ماما. اول ذا ديشز، ماما غسلت الاطباق كلها. بي ذا واشنج باي ماي ماذر، ايه اللي حصل فيه يا اولاد؟ افري داي فور، لمده يا اولاد، ده زمن فور تبع الكلمات، مالناش دعوه بلاست يا اولاد. فور وسنس تبع بريزنت بيرفكت، المضارع التام، واحنا عايزين بدأناش بماما، بدأنا ايه يا اولاد؟ ذا واشنج. الاجابه سي. ماي ماذر، المرة دي ماما. ماي براذر، سوري يا اولاد. ذا تي في سيت رايت ناو، اخويا بيصلح. از ريبيرنج، انا ما بداتش بالتي في يا اولاد، عشان كده يا اولاد في خليط، وده ساعدنا يا اولاد نفهم برضه. ذا اكليبس، الكسوف، الخسوف، الاثنين زي بعض يا اولاد. باي، بواسطة everybody، الجميع. ويل بي سين، الجميع يا اولاد هيتفرج على الفيلم. يور بير باي ذات مان، مين اللي شربها يا اولاد؟ شربت باي ذات مان، فين شربت يا اولاد؟ ايه
زبول. هاز هاز ايه يا اولاد؟ فيرب 3 هاز بين ثرون دي. ذا اكسيدنت الحادثه، باي ذات كار اللي غيرها يا اولاد. الحادثه الحادثه يا اولاد سببت، واز كولد باي ذات كار، واز كوزد سي. هي از ا ليدر هو قائد يا اولاد، هي سوف يقود الاخرين. دي الاخرين the others مالهم يا اولاد؟ سوف يتم قيادتهم by him، الاخرون سوف يتم قيادتهم by him. وبكده يا اولاد نكون احنا حلينا 40 جمله على كل ازمنه الباسيف. يا رب تكونوا استفدتم، نعمل لايك للفيديو يا اولاد عشان يوصل لكل الناس يا اولاد اللي عايزه تراجع معانا ان شاء الله صف تاسع متقدم صف عاشر عام. اوكي يا اولاد يلا شوف علامتنا، تشيك ماي انسر. عندنا اخطاء يا اولاد، عندنا اخطاء ال20 الاخرانيين ما فيش اخطاء ان شاء الله يا اولاد، ما فيش اخطاء الحمد لله يا اولاد على بركة الله يا اولاد. اوكي يا اولاد، وهسيب لكم اللينك يا اولاد كمان عشان انتوا تحلوا لوحدكم. شكرا يا اولاد والى اللقاء ان شاء الله في باقي القواعد.